صباح الخير لكل مشاهدينا ومتابعينا، يوم جديد وهذا الصباح على مدار ساعتين من دلوقتي معانا موضوعات متنوعة ومختلفة، لكن اسمحوا لي في البداية أقول لكل أم كل سنة وأنت طيب. صباح الخير يا حسين. صباح الخير يا كريمة، وكل سنة وأنت طيبة يا كريمة، وكل سنة طيب. وكل أمهات مصر طيبين وبنات مصر طيبين. طبعا عيد الأم هو ذكرى سنوية اختراع حقيقة مصري قام به الصحفي الكبير علي أمين مؤسس جريدة أخبار اليوم مع أخي مصطفى أمين. وطبعا أنا عايز أقول لكل واحد عنده أم لسه عايشة بوس رجليها، يعني الأم دي هي كنز حقيقي، والأب طبعا احنا مش هنقدر ننكر دور الأب، بس يعني عشان احنا بنحتفل النهاردة بدور بعيد الأم، فكل واحد عنده أم عايشة يبوس إيديها ويبوس راسها ويشوفها هي محتاجة إيه وما يسيبهاش محتاجة لحاجة أبدا. وأي واحد أمه ماتت ف يترحم عليها ويدعي لها، احسن هديه يقدمها لها في يوم عيد الام هو الدعاء، والدعاء بكثره ولا ايه؟ صحيح صحيح، يعني فرصه طيبه طبعا لتذكر من رحلوا عنا، ودايما الهديه لا تنقطع حتى وان كانوا رحلوا عنا باجسادهم. النهارده في هذا الصباح معانا مجموعه متنوعه من الموضوعات، طبعا الام هي البطل الاساسي، يعني هنتكلم النهارده عن الام المثاليه اللي هتكون ضيفتنا النهارده في هذا الصباح، ده من بين موضوعاتنا اللي هنناقشها معاكم. عندنا العادات والتقاليد دايما بنلف في دول العالم، وعندنا طبعا جاليات كتيره في مصر، مصر ام الدنيا، فبنشوف نحب نقارن في رمضان بالذات ما بين عادات هذه الدول وعادات مصر. واكيد الناس اخذت من هنا ودت هناك واخذت من هناك وجابت هنا. صحيح، تبادل الثقافات، تبادل الثقافات. هيكون معانا اندونيسيا النهارده. النهارده هنتكلم عن اندونيسيا فعلا، بالذات لما زي ما حسام قال يكون في جاليه موجوده منها بعدد كبير منهم، كتير طبعا اتعلموا هنا في الازهر الشريف. صحيح. من الموضوعات المهمه جدا واللي يعني انا مهتمه بيها بشكل شخصي هي فكره الاحتفاظ باللغه العربيه واهميه مجابهه كل بقى الكلام الفرانكو والكتابه الفرانكو والطريقه الغريبه والانجلو امريكان، ما اعرفش اقراها اصلا يعني. صحيح. انا دلوقتي على صحيح. الموبايل فعلا. فهنتكلم كمان عن اهميه الاحتفاظ باللغه العربيه واحياء التحدث باللغه العربيه في حتى في حياتنا اليوميه. دي الموضوعات اللي هنناقشها النهارده. صحيح. ويمكن زي ما انت قلت حسام ان عيد الام من البدايه هو فكره يعني دعا ليها الكاتب الصحفي علي امين مؤسس اخبار اليوم هو والكاتب الصحفي مصطفى امين، لما قال في مقال او في احدى مقالاته ليه ما يكونش في يوم نحتفل. صحيح. نحتفل فيه بالأم وبدورها الكبير في حياتنا. طبعا جوجل محرك البحث الأشهر الآن في العالم بيحتفل برضو معانا بالاحتفالات العادية في كل منطقة، لأنه بيتابع كل منطقة. فزي ما احنا شايفين ده كان شعار الاحتفال أمس بجوجل، شعار محرك البحث الأشهر عالميا كان بيحتفل بعيد الأم، وصورته طبعا زي ما احنا شايفين بتعبر عن الأم والطفولة والبيت، يعني ده هو جزء أساسي، بس هم نسوا الأب يحطوه في الصورة. لا طبعا هو الأب أساسي طبعا يا حسين، بس يعني هو خلينا متحيزين للأم النهاردة يعني. طيب ماشي، خلينا لن ننفل دور الأب أكيد. طبعا يعني طبعا عيد الأم في مصر وفي الدول العربية بيحتفلوا بيه امتى؟ بأيام مختلفة يعني. صحيح. الحقيقة ان عيد الأم في مصر يوم 21 مارس، لكن هو بيوافق في الأرجنتين مثلا بيحتفلوا بيه في الأول من مايو، وفي الثالث من أكتوبر. جنوب أفريقيا في الأول من مايو، في الأول الأرجنتين في يوم الثالث من أكتوبر بالزبط. وفي الولايات المتحده والمانيا بيكون احتفال يوم الحد الثاني من شهر مايو. بعد عيد العمال يعني عشان ياخدوا يومين اجازه ورا بعض ولا ايه؟ تفتكر الناس دي بتدور على اجازات زينا كده اللي ما بناخدهاش احنا برضه يعني. ويمكن رغم اختلاف طبعا التوقيت من بلد للثانيه بان هم يختاروا يوم عشان يحتفوا بيه بدور الام، لكن الاجتماع او الاجماع الاساسي هو ان لازم يكون في احتفاء بدور الام في حياتنا، وهذا النموذج الدائم والمتواصل للعطاء المستمر. صحيح. احنا شفنا امبارح طبعا احتفاليه مصر بالام والمراه، كان احتفاليه كبيره وتكريم الامهات، ورئيس عبد الفتاح السيسي نفسه حريص ان هو كل سنه يحضر هذه الاحتفاليه يوم المراه المصريه ويوم المراه المصريه، وبيبقى ما بين تكريم الام، واحنا عارفين ان يوم المراه يوم 8 مارس، فبيبقى يعني الاحتفاليتين في بعض وبتبقى احتفاليه مهمه. طيب احنا يعني يمكن دي ابرز الموضوعات اللي معانا، بعد الفاصل على طول باذن الله هنرجع لكم مره ثانيه ومعانا لسه مزيد من الاخبار والمتابعات في هذا الصباح. ابقوا معنا. ابقوا معنا.
متجدد التحيه بحضراتكم مشاهدينا، وزي ما وعدناكم قبل الفاصل معانا مجموعه وجوله اخباريه وفقرات متنوعه. الحقيقه انتشرت في الفتره الاخيره مشروبات اسمها مشروبات الدايت، ده غير طبعا مشروبات الدايت اللي هي الشركات الانتاج الكبيره اللي بتعمل من كل مشروب سواء مثلا مشروب غازي او عصائر معينه حاجات خاصه بالدايت. كمان في مشروبات بتساعد على الحرق وبينتجوها تحت اسم مشروبات الدايت. المشروبات دي اثبتت دراسات علميه انها بتؤثر بشكل سلبي على الصحه. ازاي بقى؟ لان هي بتعمل حاجه اسمها الارتجاف او الرجفان الاذيني، وده بنسبه 20 او بتزود المصابين بهذا الرجفان الاذيني بنسبه 20%. بيعاني ما يقرب من 40 مليون شخص في جميع انحاء العالم من هذه الحاله، واللي بيسبب طبعا ارتفاع لوتيره نبضات القلب بشكل سريع وغير منتظم. خلونا نقترب اكثر من هذا الموضوع وخطورته بالذات كمان خلال شهر رمضان. نعرف تفاصيل اكثر حول هذا الامر. بتنضم لينا هاتفيا دكتوره هدير احمد جميل استاذ التغذيه العلاجيه. دكتور هدير صباح الخير. صباح النور، ازي حضرتك؟ اهلا حضرتك طيبه وكل ام مصريه طيبه يا رب. وحضرتك طيبه وبالصحه والسلامه. يمكن زي ما احنا متعودين بنتكلم عن يعني فكره استخدام مشروبات الدايت دي بتاثر بشكل كبير على الناس، ووفقا لهذه الدراسات ان بتصيب ما يسمى او بتصيب البعض بما يسمى بالرجفان الاذيني. عايزين نعرف ايه هي خطوره المشروبات الدايت دي؟ بصي، هي مشكله المشروبات الدايت الناس بتدمنها على اساس ان هي فيه سعرات وان هي مفيش فيها اي سعرات حراريه، لان الناس بقت بتتعامل مع الاكل على انها ارقام، مع ان دي حاجات مفروض علميا ان هي قديمه جدا. يعني وانا بعمل دايت مش باخد حاجه فيها سعرات فانا كده هخس. اولا نسبه الكافيين اللي فيها عاليه جدا، فبتزود ضربات القلب مش كويسه عشان المخ، بتزود العطش عشان هو اصلا الكافيين معروف ان هو مضر للبول. ثاني حاجه بقى ان هي 99% منها فيها مخلص ناعل هو الاسبرتام. الاسبرتام معروف في بعض في دراسات ليه ان هو ليه علاقه بالسرطان. الدراسات دي كلها معموله لحد دلوقتي على الفئران مش على البشر، بس كلها ليها علاقه بالسرطان لسه لحد الان ما اتعملتش على البشر. بس عامه لو هنتكلم على المحليات الصناعيه، لا، المحليات الصناعيه ليه عامه ليها تاثير كبير جدا على الانسولين بتاع الجسم، بتخلي البنكرياس يطلع الانسولين بشكل كبير جدا. فالانسولين معروف ان هو هرمون، كل ما هو زاد كل ما هو الجسم خزن دهون. دي اول نقطه. النقطه الثانيه، بتعرض تقريبا 41% من مستخدميها للاصابه بالسكر بالنوع الثاني، مقاومه الانسولين، لدهون الكبد اللاكحوليه، ان يبقى عنده كرش. فكره ان انا اصلا اكون معرض للاصابه بالسكر دي مشكله كبيره جدا. فكره ان يبقى معرض ان انا يبقى عندي مقاومه انسولين، مقاومه انسولين دي اللي هي مرحله ما قبل السكر، حدوث السكر اللي هو النوع الثاني تايب 2 اللي هو بياخد حبوب. ففكره ان انا اكون باخد مخلص نوعي ياثر ان هو بياثر لي على الهرمونات بتاعتي زي الانسولين، بياثر على البنكرياس، بيخليني معرض لمرض السكر، بلس كمان ان هو بياثر على الليبتين ريسبونس اللي هي هرمونات الشبع، بيخليني ما بشبعش. احنا لاحظنا ان احنا لو بناخد شوب جنب الاكل بيخلينا ناكل كتير، ودي حاجه احنا بنلاحظها على نفسنا عموما، مش محتاجه حتى نظريات علميه. دي برضو دي مشكله ثانيه. طيب اتفضل. ان الاسبرتام او عامه اي ماده كيميائيه معروف ان هي بتاثر على الميكروبيول اللي هي البكتيريا النافعه اللي موجوده في الامعاء، اللي هي لها علاقه بكل حاجه بقى، بالنحافه، بالسمنه، بالانتاج، بالاسهال. طيب دكتور، احنا بقى بنتكلم هنا عن المشروبات اللي هي بتبقى تبع شركات معينه كدايت، او يعني ان مشروب غازي مثلا دايت، او عصاير دايت، لكن كمان في مشروبات هي بيتم الترويج ليها على ان هي مشروبات للتنحيف او للدايت او ان هي تخسس. برضو خطوره هذه المشروبات لو تناولناها بشكل كبير؟ مشكله ان اي حاجه دلوقتي بتماركت لها على انها دايت، انا مش ببقى عارف الكونتاكت، يعني مش عارف المكونات بتاعتها عامله ازاي. فانا دايما بنخاف من حاجه زي ماده السبترمين مثلا. ماده السبترمين دي معروف ان هي من 2010 منظمه الصحه العالميه محرماها لان ليها مشاكل كتير جدا صحيه، سواء على المخ، سواء على القلب، سواء على الجهاز الهضمي، سواء على المعده والامعاء عامه كلها. فاحنا بنخاف من الماده دي لان الماده دي بتضاف لاغلب البرودكت ومنتجات التخسيس اللي بتتباع، سواء كانت مشروبات على شكل قهوه، على شكل شاي، على شكل حبوب، على شكل كبسولات. الماده دي بتضاف عامه عشان تدي تاثير اللي هو سد الشهيه وان انا بخس. هي اوريدي ممكن تسد الشهيه وتخسس في الاول، بس اعراضها الجانبيه كتير جدا 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 بعد كده، درجة ان هي كمان بتاثر على الجهاز العصبي بشكل كبير جدا، واغلبهم بيدخلوا في حالات اكتئاب رهيبه.
وساعه ما بيوقفوها عامه بيزيدوا بيزيدوا جامد جدا بعد كده تاني. خلاص بقى ان احنا بندخل في دوامه الاعراض الجانبيه، مشاكل في الكبد ومشاكل في المعده، الاكتئاب، مشاكل في القلب. مهم يا دكتور ان احنا نوعي الحقيقه، لان في حملات كامله حوالين الموضوع ده بشكل كبير، يعني مهم جدا ان احنا نوعي الناس لهذه النقطه. والله والله احنا بنقول لهم حاجه، اي حاجه يعني بتتباع بره الصيدليه ما تشتريهاش. طيب نعود لنقطه تانية مهمه، وهي فكره العصاير اللي ممكن نستخدمها، وابقى بقول لنفسي لا ما هو تمام ما هو دايت مش هيتخني، يعني ايه البديل لي؟ يعني انا احسن لي ان انا اشرب ايه بدل ما اشرب الجاهز الدايت ده؟ بصي، هو حتى العصائر الطبيعيه يعني حتى العصائر الطبيعيه فيها مشاكل. يعني العصائر الطبيعيه لو حطينا لها سكر ولا بشكل عام؟ بشكل عام، حتى لو من غير سكر، حتى لو من غير سكر. انا عندي سكر الفركتوز اللي موجود في الفاكهه، اللي هو السكر الطبيعي بتاع الفاكهه نفسه. انا لما بشيل الالياف اللي موجوده في الفاكهه وبضرب الفاكهه في الخلاط، اولا باخد شكل مركز من السكر الفركتوز ده، اللي انا اصلا ما فيش اي عضو في جسمي بيعرف يتعامل معاه، فهو بيروح الكبد يعمل دهون كبد. فانا كده عملت لنفسي مشكله من كتر السكريات اللي انا دخلتها جسمي. فدايما نقول لهم كل سعراتك ما تشربهاش. يعني افضل ان احنا ناكل الفاكهه بدل ما نشربها. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتوره هدير احمد جميل، استاذ التغذيه العلاجيه، شكرا جزيلا مره ثانيه، كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك بقى. طيب نروح لخبر تاني، وما أثير حول انتشار فيروس اكس. أكدت دكتور أنا ماريا هنعاو المديرة التنفيذية أو الفنية لمخطط البحث والتطوير للاستجابة لحالات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، أن لا يوجد فيروس أو بكتيريا منتشرة حاليا بتسمى اكس وبتسبب أي مرض. أشارت إلى أن المنظمة الأممية بتستعد للمستقبل، لذلك يتم التحدث عن مرض افتراضي لإعطاء اسم الفيروس أو البكتيريا الافتراضية التي يمكن أن تسبب في المستقبل تفشي كبير او اوبئه او جوائح. خلونا نعرف اكتر حوالين الموضوع ده، بالذات ان المعلومات دي انتشرت بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي. بينضم لينا دكتور اشرف عقبه، استاذ البطنه والمناعه بجامعه عين شمس. صباح الخير يا دكتور، كل سنه وحضرتك طيب. دكتور اشرف حضرتك سامعني؟ ايوه سامع حضرتك، كل سنه وحضرتك طيب والساده المشاهدين. وحضرتك طيب دكتور. دكتور بداية، يعني فكرة التخوف من انتشار فيروسات كل شوية بتطلع، أو بقى يعني في بحث ونهم بحثي عند الناس، الحقوا ده في فيروس كذا طلع، الحقوا ده في نوع جديد من البكتيريا انتشرت، وللأسف الأخبار دي بتنتشر بشكل كبير جدا وممكن تصير حالة من الذعر. ما يقال عن فيروس اكس هو الحقيقة موضوع افتراضي، بدأ في سنة 2018، وكان الفكرة فيه انه ازاي ان الدول والمنظمات العالمية تستعد لما قد لا يحدث. وبالتالي هو ده وجهة النظر في التعامل او الاخبار اللي الناس بتتنقلها. الفكرة انها لو حصل انه بدأ ينتشر فيروس، ايه اللي ممكن ان احنا نعمله علشان نمنع هذا الانتشار، وبالتالي يبقى العالم يعيش في امان وما يبقاش فيه مشكله كبيره زي ما حصل مع كورونا. كورونا بالظبط. فبالتالي بتدي منظمه الصحه العالميه بعض الافكار في ازاي ان احنا نعمل وسائل الوقايه، ازاي ان احنا نحضر اللقاحات المطلوبه، ازاي ان المؤسسات والمنظمات الصحيه تستعد في الدول كلها حتى الدول الفقيره، بحيث انه يبقى في نوع من الطرف او الاسباق على تحسين المنظومه الطبيه بحيث انها تتعامل مع تقدر تتصدى نعم لاي فيروسات. الدكتور يمكن فيروس كورونا طرح مجموعه من الاسئله منذ يعني منذ ظهوره، واعتقد ان هيبقى في دراسات متواصله ومستمره حول حقيقه هذا الفيروس، خاصه ما له علاقه وما يثار بشان الحرب البيولوجيه، فكره ان يبقى في فيروس بيتم تخليقه داخل مختبرات وممكن دوله تستخدمه لمواجهه دوله ثانيه. يعني الى اي مدى حضرتك بتتفق مع هذا الطرح؟ لازم نكون عارفين انه طبعا كل هذه الاحتمالات موجودة، الى جانب كمان احتمال انتقال هذه الفيروسات اللي ممكن تكون بتنتشر بين الحيوانات الى الانسان. وعلشان كده الحقيقة لازم يكون في نوع من التعامل مع ظهور اوبئة او جائحات زي اللي احنا تعرضنا لها مثلا مع جائحة كورونا. الاستعداد لانتاج ادوية بشكل سريع
لقاحات بشكل سريع عند ظهور اي فيروس او مسبب مرضي ممكن ان هو ينتشر بشكل سريع. هنا الحقيقه لازم تكون الاجراءات اسرع علشان ما يحصلش زياده في الاعداد، تحصل وفيات زي ما حصل مع جائحه كورونا. صحيح. اللي ما كناش مستعدين ليها وبالتالي حصل معها وفيات كبيره. طيب الاستعداد ده دكتور اسمح لي بيكون قاصر على مجرد الابحاث العلميه ام للجهات الطبيه؟ وهل لو للجهات الطبيه كل الجهات الطبيه العاملين في القطاع الطبي ولا المعنيين فقط بشؤون المناعه والفيروسات؟ الابحاث الحقيقه هي يعني موجهه تقريبا لموضوع انتاج ادويه بشكل سريع واخذ التصاريح والموافقات عليها بشكل سريع في حاله حدوث مسببات مرضيه ممكن انها تنتشر بشكل كبير، كمان الموافقات على انتاج لقاحات بشكل سريع بحيث انه برضه نفس الحكايه يكون يعني نقدر نكون عندنا اللقاحات اللازمه بشكل اسرع علشان ما ننتظرش فترات طويله، لانه زي ما حضرتك تعرفي انه اللي كان بيحصل ان احنا كنا بناخد موافقات اضطراريه او موافقات سريعه. صحيح. استثنائيه علشان نحصل استثنائيه بالظبط علشان نحصل على استخدامات لهذه الادويه. هو الموضوع الحقيقه موضوع افتراضي والغرض منه ازاي ان احنا نتعامل مع المسببات المرضيه اللي بتنتشر بشكل سريع من ناحية الأفراد ومن ناحية المنظمات الصحية ومن ناحية الدول علشان نقدر في مواجهة انتشار أي مسبب مرضي بشكل لا يحدث عليه أو منه وفيات بشكل. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور أشرف عقبة أستاذ البطنة والمناعة بجامعة عين شمس. نروح لموضوع تاني مهم برضو لطيف في خطوة من شأنها تعزيز دور المرأة وكمان الاستفادة من التعليم يعني كنوع من أنواع الخدمة المجتمعية للجامعات المصرية. يمكن مجموعة من طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قاموا بإطلاق مبادرة تحت مسمى صنعة ست واللي بتهتم بعمل المرأة خاصة في مجال الحرف التراثية واليدوية بهدف دعم الاستقلال الاقتصادي للمرأة وكمان إحياء القيم التراثية المختلفة. الحقيقة ان هذه المبادرة يعني مهمة لان هي بتعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع وانتشار دور الجامعة خارج نطاق المحافظة اللي بتتواجد بيها بحيث ان هي كمان تنطلق للمحافظات اللي عندها حرف تراثية. بتنضم لينا زينة حسن احدى الطالبات المشاركة في المبادرة. زينة صباح الخير وكل سنة وانت طيب. زينة سامعيني؟ زينة سامعيني؟ ألو؟ طيب واضح ان احنا فقدنا الاتصال بزينة، هنحاول ان احنا نتواصل مرة تانية معاكي ونعرف مزيد من التفاصيل حول هذه المبادرة واللي زي ما قلنا لحضراتكم هي بتسعى بالاساس لتمكين دور المرأة ودعمها الاقتصادي من جانب، ومن جانب تاني هي بتسعى للتأكيد او الحفاظ على الهوية التراثية. طيب زينة انضمت لينا مرة تانية، صباح الخير. صباح النور، اهلا بيكي معانا. ايه المبادرة الجميلة دي يا زينة؟ اهلا بحضرتك جدا، شكرا. كلمينا عنها اكتر وازاي جالكم الهدف او الفكره نفسها. اوكي، احنا اربع بنات من جامعه 6 اكتوبر للعلوم الحديثه والاداب ام اس اي، واحنا كان عندنا ان احنا مفروض نعمل حمله توعويه بشكل او باخر، وجالنا فكره ان احنا نركز على الاول الحرف التراثيه بالذات في الفيوم. بس واحنا بنبحث وبندور اكتشفنا ان ورا كل الحاجات المصريه دي ست مصريه، واكتشفنا ان الهويه المصريه اساسها الست، بدايه بقى من تهويد الاطفال قبل النوم وحاجات تانية كتير قوي خدناها عن تقاليد اجدادنا لحد ما وصلنا لصناعه السجاد والخلي والتلي والزيوت والتطريز والحاجات دي كلها. تمام. وكمان اكتشفنا ان الستات لما بتضطر انها تعتمد على نفسها ماديا جزء كبير من ده بيكون من خلال التراث اللي اجدادها علموه لها، زي مثلا الست في سيوه او في سينا لما رحنا هناك اكتشفنا ان العادات والتقاليد كانوا محجمينها في البيت ان هي ما ينفعش تنزل، وكان المنفذ الوحيد من ده ان هي تعمل الحرف اليدويه اللي اتعلمتها من اجدادها والناس العادات والتقاليد اللي هي عرفتها يعني من بدايه ان هي بقت موجوده وبتشتغل. طيب لما نزلت وشفت الافكار دي بقى قولي لي يعني ايه الخطوه اللي انتوا يعني ده كان جمع معلومات، ايه الخطوه اللي انتوا بداتوها بعد كده؟
احنا بعد ما جمعنا المعلومات ابتدينا ان احنا نعمل سوشيال ميديا بيجز او نعمل صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بنوعي فيها الناس عن اهميه حرف الستات واهميه شغل الستات سواء الحياكه او التطريز اليدوي للحاجات زي العبايات بتاعه سيوة وسينا او الحاجات اللي من خشب والفضه والنحاس او كمان الزيوت والكريمات والحاجات اللي الستات بتعملها للشعر والبشره والحاجات دي كلها. وبدانا ان احنا بنحاول بس ان احنا نسلط الضوء على الستات دي بحيث ان الستات دي تبقى عندها منفذ يعني من ان هي يبقى معروفين وان الناس تعرف ان في ستات في مصر بتعمل شغل احسن كمان من المستورد ويشتروا منهم، فان احنا نعلي الاقتصاد كمان بشكل او باخر. الاستجابه كانت ازاي زينة؟ يعني رد فعل الناس على البيجز اللي انتوا عملتوها، الصفحات اللي انتوا عملتوها دي كانت ايه؟ الناس مبسوطه جدا من الحمله نفسها، الناس مبسوطه جدا من الشغل اللي احنا بنعرضه، حاسين ان الحاجه دي شبههم بشكل او باخر، حاجات الناس كانت بتدور عليها، مش كتير الناس بتركز على الحرف اليدويه بايدين الستات، فدي حاجه عجباهم قوي، فمخليه ان الموضوع الناس مبسوطه بيه والناس عايزه تشوف اكتر، واحنا لسه كمان بننزل اكتر ولسه في حاجات كتير قوي هتنزل، واتمنى ان الناس تخش تشوف كمان على الصفحات بتاعتنا، لانه احنا هنبتدي الفترة الجاية نسلط الضوء على ستات وان احنا هنبتدي نوري الناس ستات من سيوة وسينا والفيوم واسوان. احنا نزلنا وشفناهم بنفسنا وعملنا معاهم لقاءات وعارفين شغلهم وشغلهم كويس جدا، هم محتاجين بس ترويج. زينة، انتوا عملتوا نقطة مهمة قوي، ربطتوا التراث بالتكنولوجي، يعني قدرتوا دايما لما بلتقي بمجموعة من الناس اللي عندها الحرف اليدوية دايما بيقولوا لي مشكلتنا في التسويق، بينقصنا التسويق، بنضطر ان احنا نشارك في معارض، انتوا قدرتوا ان انتوا تعملوا او يعني دايما كان في حتة ناقصة في الحتة دي او يعني مفتقدينها، هي فكرة ازاي ان احنا نماركت للناس دي ونسوق لهم بشكل يتوائم مع يعني العصر الجديد، وهو فكره الناس اللي بتشتري اسهل لها اونلاين، الناس اللي بتحب تخش تشوف الصفحات المختلفه عشان تقدر ان هي توفر احتياجاتها او يجي على بالها حاجه ممكن ما تكونش يعني فكروا فيها قبل كده. ايه اللي انتوا عايزين تعملوه يعني من خلال الصفحات دي؟ ايه اللي ناويين؟ ايه التارجت بالنسبه لكم اكتر؟ اكيد في تارجت اكبر من كده، مش مجرد ان انتوا تعرضوا بس الحاجات اليدوية دي وان الستات هي اللي بتعملها او يبقى في عائد اقتصادي سريع حتى للناس، اعتقد في تارجت او هدف اكبر من كده. بالضبط، ده كان هدفنا الاساسي، عايزين نربط التكنولوجي بفكرة التراث نفسها، واحنا قدام حابين ان احنا نبقى الرابط ما بين الناس والستات دي، ان الناس تعرف تشتري منهم بشكل اسرع بكتير، لانه في حاجات كتير قوي احنا اكتشفنا انه لما رحنا سيوة ولما رحنا سينا اكتشفنا انه في حاجات كتيرة جدا الناس هنا فعلا بتحتاجها بس مش بيلاقوها بسهوله، لان هي مش بتعرف تطلع بره نطاق المحافظه نفسها. فاحنا حابين ان احنا نبقى همزه الوصل ما بين الناس هنا والتارجت كاستمرز بتوعهم او الناس اللي هم حابين يشتروا حاجاتهم، الجمهور المستهدف بتاع. بس ده يا زينة متطلب بقى يعني تدخل مادي هنا، هل يعني اعتقد ده محتاج مظله اكبر بعض الشيء علشان تقدر ان هي تجيب منتجات من سينا ومن اسوان، عشان احنا بنتكلم هنا على مسافه بعيده طبعا، عشان توصل لمختلف المحافظات. هل يعني معتقد ان هذا المشروع ممكن يكون ليه هو يصرف على نفسه ولا لا محتاجين يكون في تولي او اهتمام اكتر من جانب احد رجال الاعمال لمثل هذه المشروعات؟ احنا بنامل ان احنا يبقى عندنا توسع اكيد بشكل او باخر، بس احنا بنحاول برضو نخلي ال 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 الحمله بتاعتنا بابسط الطرق ان احنا نوصل الاثنين ببعض باقل التكاليف الممكنه لحد دلوقتي، وقدام احنا طبعا نامل ان احنا نتوسع اكتر من كده بكتير، بس احنا هدفنا الاساسي دلوقتي ان احنا نوصل الحاجه للناس ونسلط الضوء. نعم، أنا بشكرك جزيل الشكر زينة حسن الطالبة بجامعة مصر، شكرا جزيلا ليكي على هذا المشروع، ويعني زي ما قلتي فعلا يمكن متوقع أن يكون المشروع ده يكون بداية كمان لفرص عمل وتمكين اقتصادي للمرأة بشكل أكبر. خلونا نتابع مع حضراتكم أحوال المرور في القاهرة الكبرى. بينضم لينا هاتفيا سيادة اللواء أحمد هشام الخبير المروري. صباح الخير يا سيادة اللواء. تحياتي لحضرتك ولاسره البرنامج والمشاهد الكريم، وان شاء الله يوم مشرق سعيد للمصريين
مع الثاني 10 ايام شهر رمضان المبارك. ان شاء الله كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. آه عايزين نتكلم بقى نعرف اخبار المرور، صحيح احنا لسه في الساعات المبكره، لكن ما المتوقع على مدار اليوم النهارده ان شاء الله؟ مفيش شك طبعا معلوم ان اليوم والجمعه اجازه رسميه للعاملين باجهزه الدوله بكافه قطاعاتها الحكوميه والخدميه، القطاع العام وايضا المدارس والجامعات، وده طبعا بينعكس في صباح الباكر على الشارع المصري من حيث احجام السيارات واعداد المشاه. الحمد لله منذ الصباح الباكر هدوء تام على كافه المحاور والميادين والطرق الرئيسيه في ظل انتشار خدمات مروريه مكثفه مدعمه بالاوناش والاليات والمساعدات الفنيه لملاحظه حركه سير السيارات على مدار اليوم الكامل. هذا بالإضافة إلى التنسيق التام والمستمر من غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرف عمليات إدارات المرور بمحافظات القاهرة الكبرى لمتابعة خطوط السير السريعة صحراوية وزراعية بمناسبة توجه السادة المواطنين لقضاء أجازة نهاية الأسبوع إلى المحافظات الأخرى الموطنة والأصلي مع الأهل والأقارب والأصدقاء. لذلك استعدت الإدارة العامة للمرور بتعزيز وتكثيف الخدمات المضية على الطرق السريعة ممثلة في مجموعات الدراكات المخابية وسيارات الإغاثة الفورية وسيارات الدفع الرباعي والأكمنة الثابتة والمتحركة والرادارات للتأكد من التزام قائد السيارات بتعليمات وقواعد وآداب المرور. اليوم شهدت القاهرة الكبرى في الساعات الأولى من صباح الباكر انخفاض جوي في درجات الحرارة بالإضافة لسرعة الرياح وخاصة على الطرق السريعة، لذلك دائما وابدا بنشد السد قيد السيارات اثناء الصفة في الساعات الأولى من الصباح الباكر، اتخاذ الحيطة والحظر اثناء القيادة، نظرا لوجود شبورة مائية كثيفة على الطرق الساحلية والطرق الزراعية والطرق المطلة على المسطحات المائية وكورنيش النيل، وأيضا سرعة الرياح اللي قد وصلت إلى 30 كيلومتر في الساعة. كافة مناطق الأعمال تم تعزيزها بخدمات مروية مكثفة، علامات إرشادية، علامات تنظيمية لإرشاد قيد السيارات إلى الطرق والمحاور البديلة. ايضا معلوم بالنسبه ليوم الاجازه الرسميه بالنسبه لتواجد الساده المواطنين لاداء صلاه الجمعه في المنشات الدينيه الكبرى وخاصه منطقه الحسين ومنطقه الازهر والسيده عائشه والسيده نفيسه والجامع الكبرى، لذلك تم تعزيز تلك المناطق بخدمات مروريه مكثفه، ايضا علامات ارشاديه وعلامات تنظيميه لارشاد قيادة السيارات الى الطرق والمحاور البديله. ايضا ما بعد صلاه الجمعه ان شاء الله سوف يتوجه المواطنين الى المناطق التجاريه ومناطق وسط المدينه لشراء احتياجاتهم، لذلك تم تعزيز تلك المناطق ايضا بخدمات منع انتظار بهدف منع اي مواقف عشوائيه او انتظار خاطئ او وقوف ممنوع قد يؤثر على الحركه المضيه. طبعا المعلوم اليوم ان في مباراه المنتخب القومي المصري مباراه وديه مع منتخب نيوزيلندا في استاد العاصمه بالعاصمه الاداريه، لذلك استعدت مديريه امن القاهره جهه الاختصاص بالتنسيق مع الاداره العامه لمرور القاهره وكافه القطاعات الامنيه بوضع خط امنيه مضيه شامله لتامين المباراه والتي سوف المقرر ان يحضرها 30,000 مشجع كروي. اخيرا بالنسبه لاهم الاغلاقات الموجوده ومسيرات مستمره خلال شهر رمضان المبارك هو غلق كل طريق بلبيس الصحراوي في الوصله من شارع الملاحه الجويه حتى شارع حامد زكي، وده بمناسبه تنفيذ اعمال مشروع الصرف الصحي بالجبل الاصفر، وتم اجراءات حالات مروريه بالنسبه للقادم من طريق دائري بيسلك يمينا شارع الملاحه الجويه فيسارا شارع الكتيبه وصولا شارع حامد زكي. ايضا واخيرا غلق الروسي وكل شارع يوسف عباس، ده ايضا بسبب الاعمال الانشائيه الخاصه بخطار المنوير والبديل شارع الطيارات. دائما وابدا في نهايه الفقره المغيره بنناشد استاد قيادي السيارات الالتزام بقواعد اداب المرور، التعاون مع رجال المرور، وان شاء الله رحله سعيده للمصريين. وانقل لك الكلمه استاذه كريم. انا بشكرك سياده اللواء احمد هشام الخبير المروري، شكرا جزيلا يا فندم، ومره ثانيه صباح الخير. نكمل معاكم اخبارنا ومشاهدينا ونروح المره دي للسعوديه، حيث يقدم المنتزه الترفيهي الرقمي ذا هاوس اوف هايب تجربه غامره لزوار الرياض في المملكه العربيه السعوديه. يمكن للضيوف تنقل في الحديقه بين العاب الفيديو، حيث يسير الزوار على ارضيه عشبيه مليئه بالاضواء متغيره الالوان داخل هذه الحديقه. هذا المنتزه بيعد جزء من تجربه جديده بتدمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي و المنتزه الترفيهي، كل ده تحت سقف واحد في مدينة الرياض. Mm-hmm.
من السعودية نروح للولايات المتحدة الأمريكية وافتتاح أو تفتح زهور الكرز، حيث شهدت حدائق واشنطن في أمريكا تفتح أشجار الكرز ما جذب حشود من الزوار لمتابعة هذه النباتات. تعرف واشنطن بمدينة التوليب نظرا لكونها مليئة بالمتنزهات والفعاليات الثقافية والفنية. فصل الربيع بيعد يعني مهرجان لتفتح أزهار أشجار الكرز وكأنه بحر من اللون الوردي والأبيض. وبتعود قصة أزهار الكرز في العاصمة الأمريكية لأكثر من 100 سنة عندما قدمت اليابان 300 نبتة إلى واشنطن يعني عربون للصداقة وبينهم، وتمت زراعتها على طول نهر بوتوماك. وطبعا هذه الأزهار نظرا لجمالها بتستقطب مع بداية فصل الربيع الحشود من مختلف المناطق، وبتتوافد العائلات للمشاركة في هذا المهرجان اللي بيتم تنظيمه كل عام. نروح للصين، حيث أطلقت أو أرسلت مجموعة من الأقمار الاصطناعية للفضاء من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية شمال غربي البلاد. أطلقت الأقمار الصناعية تم إطلاقها بواسطة صاروخ حامل من تراز لونج مارش 2D ودخلت المدار المحدد لها. تستخدم هذه الأقمار بشكل رئيسي للكشف عن بيئة الغلاف الجوي ومراقبة البيئة الفضائية والوقاية من الكوارث والحد منها، فضلا عن استخدامها في التجارب العلمية. تعد عملية الإطلاق هي المهمة رقم 513 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونج مارش. قامت شركتان فضائيتان هما سبيس في اي بي وسبيس برسبكتيف بالتعاون معا في عرض لتقديم وجبات طعام فاخرة لسياح الفضاء. الوجبة هتكون مقابل 500,000 دولار. بيتضمن العرض حصول الزبائن على تجربة فريدة على متن منطاد فضائي هيحلق بهم عليان، وهيكون الطاهي الشهير راسموس مونك الحاصل على نجمتي ميشلان هو من سيعد الأطباق الفاخرة. أعتقد مش مهم قوي الطاهي بقدر من هم هياكلوا في الفضاء، لكن هم كمان اهتموا بجودة هذا الأمر. استعدادا للدخول لهذا المجال بحلول سنة 2025 بتعمل الشركتان الفضائيتان على تجهيز منطاد الفضاء نابتون للدخول إلى مرحلة الاختبار والتجريب الشهر المقبل. هتحلق المركبة الفضائية على ارتفاع 30 كيلومتر وعلى متنها 6 ركاب، وهيتوافق وقت العشاء مع موعد شروق الشمس اللي هتشرق من الأفق البعيد عند انحناء الأرض، كما ستوفر خدمة انترنت ليتمكن الركاب من مشاركة تجربتهم الفريدة مع أصدقائهم على الأرض ببث مباشر. وفقا لشركة سبيس برسبكتيف فإن سفينة الفضاء نابتون هتكون أكبر كبسولة بنيت على الإطلاق، وعلى الرغم من أن اسمها سفينة فضاء فإنها لن تصل للفضاء فعليا، لكنها ستبقى على مقربة من خط كارمن اللي بيبلغ طوله 100 كيلومتر، وهو الحد اللي بيفصل بين الغلاف الجوي والفضاء الخارجي. يمكن لو كنا بنتكلم في أول فقرتنا عن الدايت، كمان الحلويات اللي ليها سكر منخفض أو خالية من الشوكولاتة أو الشوكولاتة بتاعتها دارك أو سكرها قليل بدأت تنتشر في المتاجر العالمية بشكل كبير. كشف التقارير أن الحلويات اللي بتعتبر خالية من هذه السكريات العالية بدأت تتزايد بشكل كبير على أرفف المتاجر في الدول الغربية. هم بقى بصين لده مش عشان الدايت، لا، بسبب ارتفاع أسعار حبوب الكاكاو. بدأت الشركات بزيادة عدد المنتجات اللي بتحتوي على الكراميل وزبدة الفول السوداني كبديل للشوكولاتة. ترتبط الزيادة القياسية في أسعار حبوب الكاكاو بعدة عوامل أدت لانخفاض محاصيلها، من أهمها الجفاف وتغير المناخ. ظلت أسعار هذه الحبوب المهمة لصناعة حلوى الشوكولاتة طوال 40 عاما تحت مستوى 3,500 دولار للطن، لكنها تجاوزت 6,000 دولار، ما دفع الشركات المنتجة لابتكار حلول أخرى لتخفيض الأسعار وهو تقليل الكميات. انتهت معاكم جولتنا الإخبارية أو فقراتنا الحوارية. بعد الفاصل مع حسام الدين عاطف، ابقوا معنا.